اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من هيب هوب ستايل. الحلقه دي بنتكلم فيها عن الراب الجزائري. اخيرا كومنتات في الانستغرام، كومنتات في تويتر، كومنتات في اليوتيوب، الراب الجزائري الجزائري الجزائري. انا مجهز الحلقه بس كنت انتظر وقت مناسب، بكل صراحه حاليا وقت مناسب. ابدا الحلقه. في ناس كثير في الخليج قاعدين يسألوني هل في الجزائر في راب؟ ليش الراب الجزائري ما هو زي الراب المغربي منشور عندنا في الخليج؟ فهم ما يعرفوا انه الراب الجزائري اول دولة دخل فيها الراب في العالم العربي هي الجزائر، ومن اقدم الرابز في الدول العربية اللي هو وهاب. شوفي شوف العين الزرقاء والعباد الغافلة، باش نحاب نخرج بنتيجة خاسرة، المبدأ هو المبدأ كما كنت عايش في بلادي لقدر الدماء. في رابرز كتير في الجزائر أقوياء، وأنا اخترت لكم 7 رابرز في هذه الحلقة. طبعا أنا عارف إنه في رابرز مرة كثير، بس اخترنا 7 ناس متصدرين المشهد الجزائري. خلينا نبدأ برقم 7، فوبيا. فوبيا من الرابط اللي يتكلم عن احوال المجتمع واحوال الشارع، ويركز على المضمون اكثر من طريقه الطرح اللي هي اكثر من الفلوات. يعني هو يركز كيف يوصل صوته لاكبر فئه من الناس ويستفيدوا من نفس الموضوع اللي هو دائما اطرحه في تراكاته. تربيت لا يدي تهنيني ونهني يا بنت الهلال كيفك ما راح نصيب حشمه والدين قرارات يا بنت. انا بشكر جمهور الجزائر لانه في الانستغرام ارسلوا لي التراكات حقت فوبيا وبعضها ترجموا لي هي ووضحوا لي كثير من المعاني اللي في التراكات. بقول صراحه انا مره استفدت منهم من بعض المصطلحات اللي بيستخدموها في الراب الجزائري وبعض الرابرز وبعض القدامى وبعض الجدد. فالحلقه دي ان شاء الله تكون حلقه كويسه جدا. فخلينا ندخل على الرقم 6. رقم 6 اس واي سي. من الاشياء اللي تميز هذا الرابر التدفق على البيت. غدا كاريزما كبيرة على البيت والدليفري واختياره للمواضيع. وخلينا ندخل على رقم 5. رقم 5 ام سي لاما. دائما انا اكرر يعجبوني الناس الباردين على البيت اللي يحاول يفصل لك الكلام ويحاول انك تسمع جميع اللاينات بشكل مره واضح على البيت، يوصل لك مشاعره ومغزاه من بعض اللاينات او من الموضوع بشكل كامل. كاشين الثاني فهمت شو صار غير بالشيرة اللي منحش راح يكون ضاني انا فعلي تستانى جبنا له الحمى. من الاشياء اللي برضو عجبتني في هذا الرابر طريقة السرد، يعني عنده بداية ونهاية وعنده برضو منتصف، يعني تحس انه التراك مرتب حتى من ناحية ليرك. رقم 4 برنس بولو. بينا كولادا في لابيسين برونزي خبطة في الليل وبالايفون سنابي تحب التي ماكس وانا. صراحة الرابر ده مرة يذكرني بنبرته بمسلم المغربي، النبرة وحتى تقريبا الشكل حتى نفس الوقفات اللي على البيت. فاكتبوا لي في الكومنتات هل هو يذكركم بالرابر مسلم في المغرب ولا انا قاعد اتوهم. بكل صراحة انا من الناس اللي مرة معجبين بالوقفات بين اللاينات، بكل صراحة احس انه تعطيك كده هيبة، يعني فاهم؟ يعني يقول لاين لاينين سكتة ولاين لاينين ثلاثة وسكتة ولاين لاينين ثلاثة. بكل صراحة الفلو ده مرة يعجبني، ودائما حتى اللي يسمع لي فريستايلات وزي كده دائما احاول اقلد هذا الشيء. فبكل صراحة بولو انا ضفته في الليست حقتي حقت الناس اللي راح اسمع لهم بشكل مستمر، يعني اسبوعيا ويوميا. رقم 3 ديدين كانون. طيبة تخلع في مول طابلي اسبع غابو سايبة بركة ما تقلي لي في جبينك كابة. هو زي الرابز اللي نحن طرحناه قبل شوي انه يتكلم عن معاناة الشارع وعن الاحوال الاجتماعية في الجزائر، لكن الشيء اللي يميز هذا الرابر حضوره قدام الكاميرا في الفيديو كليبات. بكل صراحة فهو من الرابز اللي يخليك ترجع تتفرج الفيديو كليب عشان تشوف كيف شخصيته وكيف أداءه قدام الكاميرا. هذا الشيء ترى مرة مهم في الراب، الأداء قدام الكاميرا هو اللي يميزك بين رابر ورابر ثاني. يعني حاليا كثير من الرابز بيعملوا فيديو كليبات وأغلبها متشابهة، فانت هنا تبدا تفرق هذا اداؤه قدام الكاميرا كويس، هذا لا، هذا حضوره ما هو كويس، فهذا حضوره مره كويس حتى حركاته قدام الكاميرا. بكل صراحه حتى حركاته قدام الكاميرا ملائمه للليركس اللي قاعد يكتبه وقاعد يلقيه قدام الكاميرا.
بكل صراحة سافج كل التراكات اللي عنده في اليوتيوب أنا محملها في جوالي وقاعد أسمعها، لأنه هذا قاعد يقدم لك الميوزك الجديد اللي حاليا يعني متسيد في أمريكا أو حتى في أوروبا، التراب ميوزك. بكل صراحة أداؤه مرة قوي ويعرف اختار مواضيع جديدة، وجودة الانتاج عنده، جودة الانتاج الصوتي او المرئي شيء مرة احترافي كده. انا قاعد اتفرج الفيديو كليبات حقته كده بحس انه هذا ترافس من ناحية مؤثرات، من ناحية حضور، من ناحية حركات الالقاء قدام الكاميرا، حتى التشبيهات حقته ما عمر سمعته. يعني هذا الراب قاعد يعطيني كده ميوزك جديد. انا قاعد اتخيل حاليا، تخيل انه سافج يسوي فيت مع مروان بابلو من مصر. احنا حجر الاساس، ناب دلوقتي بكره فات، ناب دلوقتي بكره فات، كده كده ما يديش، كده كده مسايكي. صور ايش راح يصير، والله احس انهم راح يدمروا العالم بكل صراحه. فليش ما تشتغل مع بعض يا اخي يا جمهور؟ اكتبوا لو مشتغل مع بعض يا اخي، والله احس انه اقوى شيء ممكن راح يصير في العالم العربي. شيء جميل برضو انه سافي سوى تعاون مع مين؟ مع حلاوة من المغرب، والشيء هذا اعطاك قبول مره كبير وجمهور جديد، والعمل برضو مره ضارب. شارب مخي خلطه كوكتيل، دانا في راسي المولو ديرا، ماني قادر كيلو في الاوبل، دخاني كلالي نهار كميت الريح، انا وحلي وحكمنا طريق سيع. وهذا الشيء مره جميل انه نحن بنشوف تعاونات بين الجزائر وبين المغرب، بين المغرب وبين تونس، فاشوف انه هذه الثلاث الدول دائما قاعد تشتغل مع بعض، فدائما هم كلهم قاعدين يرفعوا الليفل مره واحده. رقم واحد زد من اشهر الرابرز في الجزائر. وعماله انتشرت انتشار كبير في العالم العربي. اعتقد الرابرز في الجزائر في تشابه كبير بينهم، واعتقد هذا الشيء هو اللي يميزهم. يعني احس انه انت لما تسمع الراب الجزائري كده في مواضيع معينه ما تسمعها الا من الراب الجزائري، كده هم متميزين فيها بكل صراحه. بان الراي وبان الدين، نص الشعب يطيح الدين. والشيء الجميل في الراب الجزائر انه في تطور مره كبير عن الفتره الماضيه. يعني اللي كان يسمع الراب الجزائري في الفتره الماضيه يعرف انه حاليا رفعوا لي في المره كبير في الانتاج المرئي والصوتي. وهذول كانوا 7 رابرز من الجزائر، اكتبوا الناس اللي نسيناهم تحت في الكومنتات عشان الناس تشوف وتسمع لهم. وراب الجزائر كده انتشر في كده كل العالم العربي. احس انه راب الجزائر مشابه للراب المغربي، لكن الراب المغربي فيه له ترفيه اكثر وفيه له انتاج مرئي اكثر. يعني انا من الاشياء اللي لاحظتها في راب الجزائر انه بينزل هم اوديو كثير، وهذا الشيء مره كويس الصراحه للمستمعين. يعني انت لما تشوف انه عمل اوديو جايب مشاهدات عاليه تعرف انه الساحه دي جمهورها واعي، الجمهور واعي انه هو اسمع راب. لانه حاليا للاسف في العالم كله الناس صارت تركز على الفيديو كليبات اكثر من جوده الصوت، فالراب موسيقى صوتيه، فالناس المفروض انها تركز على الصوت اكثر من الفيديو، لكن للاسف شايفين انه حاليا في العالم كله متجهين على الفيديوهات اكثر من الجوده الصوتيه. لكن الشيء اللي لاحظته في الجزائر انه في رابز مره كثير بينزلوا اوديو وبينزلوا ليركس فيديو. اوكي انا في المغرب الصراحه ما شفت ليركس فيديو كثير، شايف انه اغلب الرابز انه بيصور فيديو كليبات يعني بينزل بوستر. الشيء اللي لاحظته في راب الجزائر انه بيحطوا ترجم عربي وانجليش، وهذا الشيء الصراحه مرة كويس من نفس الفنان يعني على المقطع في اليوتيوب. المغرب نادرا بتشوف انه واحد بيحط لك ترجمة، لكن بصفة عامة المغاربة بيشتغلوا مع الجزائريين والجزائريين بيشتغلوا مع المغاربة، فتلاقي انه الليفل عندهم من ناحية صوتية او من ناحية راب بشكل عام هم مرة ليفل عالي بكل صراحة. والشيء الجميل انه انا لما ادخل عند رابرز في المغرب او رابرز في الجزائر بلاقي في الكومنتات يقول لك اللي من المغرب يحط لايك، اللي من الجزائر يحط لايك، فحس انه حتى الجمهور يعني متقبل الراب الجزائري، متقبلين المغرب والمغربي متقبلين الجزائر، فحس انه كده كانهم اخوان في الراب، فعلاقة الجمهورين مرة كويسة بكل صراحة، مع انه هم اعتقد انه عندهم مشاكل سياسية والحدود البرية اعتقد مقفلة بين الدولتين، لكن هذا شيء كويس انه الشعوب اللي دحين يعني كده مرتاحة لبعض. وهذه كانت حلقة خفيفة اتكلمنا فيها عن راب الجزائر، ان شاء الله في حلقة قادمة راح نتكلم فيها عن الراب التونسي بكل صراحة. فاعطونا رايكم بالحلقه تحت، واكتبوا اسماء الرابز اللي ما طرحناهم برضو تحت، ولايك سبسكرايب منشور عند الناس عشان الحلقه تنتشر. ف بيس اوت.